أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المحاضرة السابقة قد تعرضنا فيه إلى ما أشير إليه من بعض الآيات القرآنية التي استدل بها البعض على عدم وجود عصمة مطلقة للأنبياء، وذلك من خلال ما أشار إليه بعضهم من أن الأنبياء قد اعتراهم ما يعتري غيرهم من الظنون، وتلك الظنون كانت متعلقة بما تم إخبارهم به عن طريق الوحي، وأن ما تم إخبارهم به لم يقع، وذلك كما هو بالنسبة إلى المؤمنين كذلك بالنسبة إلى المخالفين والكافرين. وبذلك كان هذا دليلا من أدلة من خالف في هذا الإطار وحاول أن يقول بأن الأنبياء يمكن أن يصدر منهم مثل هذا الكلام، وأنه يمكن أن يقع منهم مثل هذا الكلام في الواقع الخارجي، وأن هذا دليل على وجود ماذا؟ على وجود حالة عصمة جزئية وليست عصمة مطلقة، وأنها لا تتعلق بمثل هذا الأمر كما هو. وكما قدمنا سابقا في المحاضرة السابقة بأن هذا الأمر ليس أمرا خاصا بنبي دون نبي، بل هو أمر عام، لأن القضية التي وقع الكلام فيها ليست قضية خاصة بأحد الأنبياء، بل هي عامة لجميع الرسل والأنبياء كما هو معلوم. وقلنا بأن البعض من المفسرين أو البعض من الرادين على هذا المنهج الذي هو منهج في نفي العصمة المطلقة للرسل والأنبياء حاول أن يرد على هذا الكلام بأن هذه الأمور أو هذه التي الضمائر التي يستند إليها في نسبة هذا الأمر إلى الأنبياء راجعة إلى ما قال به هؤلاء الذين يقولون بالخلاف، ولكن ليس هذا الظن الذي حصل بالنسبة إلى الرسل، ليس هذا الأمر الذي حصل إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال ما حصل بالنسبة إليهم عندما حاول البعض أن يقوم بخداعهم، بأن يتظاهر للأنبياء بمظهر المؤمن وهو في واقعه ليس كذلك. يا علي هذا هو ما حصل كما يقول هذا القائل الراد على هذه القضية، وهي أنه هناك ما حصل في هذا الإطار الذي يمكن أن يعد خللا في دعوتهم إلى هؤلاء الناس إلى ما يدعون إليه، وكان عندهم مثل هذا التصور الذي ثبت بأنه لا واقع له كما قلنا. وأشرنا إلى أن هذا الجواب وإن كان بحسب الصناعة اللفظية جوابا مقبولا إلى حد كبير، باعتبار أنه قد حافظ على مرجع الضمائر بالطريقة الصحيحة للقواعد الأدبية المعروفة، ولكن على كل حال القضية ليست بهذه السهولة كما يقال. لماذا؟ لأنه الحديث عن هذا التصنيف أو عن هذه الثلة أو هذه المجموعة من الناس الذين أظهروا للأنبياء شيئا وأخفوا عنهم أشياء، هذا الأمر كأنه ماذا؟ كأنه هذا الأمر كأنه هذا الأمر حصل كأنه هذا الأمر حصول هذا الأمر يحتاج إلى دليل من خلال الآية القرآنية. فإذا كانت الآية القرآنية قد ذكرت مثل هذا الأمر فكما يقال الأمر سهل، ولكن عندما نلاحظ الآية القرآنية وما ورد فيها فإننا لا نجد أثرا لأي أمر كما يقال، باعتبار أن متعلق الكذب في هذه الآية كأنه ماذا؟ كأنه لا وجود له، فإن متعلق الكذب في هذه الآية هم هؤلاء الثلة الذين أظهروا شيئا وأخفوا شيئا، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فيجب أن يكون لهم ذكر على أقل تقدير حتى يمكن أن يكون هناك ماذا؟ هناك ما يساعد على
تفسير الآية بهذه الطريقة التي يعني التي يقول يعني بها هذا المجيب أو هؤلاء أو بعض هؤلاء المفسرين. ومن هنا يمكن لنا أن نقول إن هذه القضية حتى وإن تنازل الإنسان عن الذكر الذي يجب أن يحصل في مثل هذه الآية حتى يساعد مثل هذا التقدير الذي وقع في هذا الجواب، هذا الأمر ربما لا يمكن قبوله من جهة ثانية، وهذه الجهة هي أن هذا الأمر نفسه، يعني هذا الأمر الذي أشير إليه وأن الأنبياء قد ظنوا مثل هذا الظن، هذا الأمر نفسه يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الأمر لا يمكن قبوله، لأنه حتى وإن حاولنا تفسير ظن التكذيب من خلال افتراض وجود ثلة أظهرت شيئا وأخفت شيئا، ولكن هو مجرد وجود مثل هذا الظن بالنسبة إلى الأنبياء الذين يعتقدون أن هؤلاء يعني بحال وهم بحال أخرى يعتقدونه مؤمنا وهو يظهر كافرا أو بالعكس، فهذا الأمر لا يمكن قبوله بالنسبة إلى الأنبياء، لأن الأنبياء يوم لا يمكن أن يحصل لهم ظن وأن يخدعوا من قبل الناس على أنه ماذا؟ على أنه يعني هذا من الأمور التي نحاول الهروب منها، لأن الذين يقاطعوننا في مثل هذه القضايا أو الذين يحاولون أن يعرجوا بهذه الآية إلى مكان آخر، هؤلاء قد يكونوا من القائلين بعصمة الأنبياء ولكن بعصمتهم التي لا تصل إلى هذا الحد. وبالتالي عندما يقال بأن هناك جماعة حاولت خداع الأنبياء وأنهم بعد ذلك حصلت لهم مثل هذه الحالة، فإن هذا يعني في الوقت الذي يكون دليلا أو يكون جوابا عن أمر يكون ماذا؟ يكون خدشا من جهة أخرى، وذلك ليس مقبولا كما هو معلوم، لأن الأنبياء لا يمكن أن يقع منهم أو معهم مثل هذا الأمر. على أن مثل هذا الجواب نفسه لا يمكن قبوله من جهة ثانية، وذلك أن الذي أشار إليه ذيل الآية القرآنية وهو قوله تعالى جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، هذا الذيل لا يتناسب مع مثل هذا الجواب، وذلك أن مثل هذا الأمر حتى وإن قلنا بأنه قد ضمن في صريح الآية مثلا المتقدمة في ألفاظ الآية المتقدمة، فإنه في نهاية المقام علينا أن يشار إليه على كل حال بطرف من الأطراف، فإذا كان الأمر موجودا فلا بد أن يبين بعد أن يعني يشار إلى هذه النتيجة التي حصلت مع هؤلاء، يقال مثلا بأنه قد حصل ما حصل بعد أن تبين مثلا أن يعني للرسل مثلا أن هناك من يدعي الإيمان وهو صادق، وعند ذلك يقال بأن هذا الذي قد تبين إيمانه قد نجا، والذي لم يتبين إيمانه هذا يكون داخلا ضمن الذين يأتيهم العذاب، لأنه داخل ضمن الذين تأتيهم النجاة. فإذا كان هذا التفسير أو هذا التوجيه مقبولا فعليه أن يكون ذيل الآية موافقا له، وذيل الآية لا يكون موافقا له ما لم يتضمن ذكرا لهم ولو بحسب النتيجة لا بحسب التفصيل، فإنه في بعض الأحيان قد يقال بأنه قد تضمن الكلام السابق شيئا لم يصرح به ويكون مثلا مقبولا، ولكن عليه أن يكون هناك دلالة ولو بطرف خفي كما يقال بأنه يوجد شيء لم يذكر هنا، كما هو يحصل في كثير من الآيات القرآنية. والحال أننا نجد ماذا؟ نجد أن هذا الأمر ليس موجودا ماذا؟ ليس موجودا في هذه القضية. هذا الجواب الأول الذي تقدم الكلام فيه. الجواب الثاني الذي ذكر في هذا المقام هو جواب مروي، وجواب له أساس يعني لفظي كما يقال، له بعض الروايات التي تدل عليه، وهو مروي عن بعض الصحابة. وهذا الجواب ربما هذا الجواب يجعل القضية ليست بالطريقة التي تقدمت، بمعنى أنه
يعني هذه الطريقة لا تجعل الضمائر موحدة كالمرجع. نعم هناك ما يمكن عده على السياق، ما يمكن اعتباره جاريا على منواله الصحيح، ولكن مع ذلك يوجد ما يمكن ماذا؟ ما يمكن اعتباره راجعا إلى غير الأنبياء والرسل. وعند ذاك يمكن ماذا؟ يمكن بعد أن يعد يعني بعد أن يعدل هذا الأمر يكون ماذا؟ يكون هذا دليلا على أن هذا الحال الذي يوصف به الأنبياء ليس جميعه لهم. نعم بعض من هذا الحال راجع إليهم والبعض الآخر راجع إلى غيرهم. ومصب الكلام يعني مصب الكلام الأصلي وبيت القصيد كما يقولون هو حالة الظن، لأنها هي التي تتعلق بها ماذا؟ تتعلق بها يعني أصل يتعلق بها أصل القضية. وهذه حالة الظن في هذا الجواب المروي عن بعض الصحابة هو أن هذا الظن ليس حاصلا للأنبياء، بل هو حاصل للأمم التي يعني كانت مع الأنبياء. هذه الأمم ظنت هذا الظن، لماذا؟ لأنه لما حصل مثل هذا الأمر، وهو أنه لما حصلت الحالة وحصلت حالة اليأس الذي حصل من خلال ماذا؟ من خلال إيمان هؤلاء، يعني حصلت حالة يأس بالنسبة إلى الرسل من أن هؤلاء الذين يدعون إلى الإيمان لن يؤمنوا، وحالة يأس حصلت منهم، وأنه من هذه من جهة، ومن جهة أخرى بسبب عدم وقوع ما قاله الأنبياء عند ذلك حصل ظن لهؤلاء بأن ما حصل بأن ما وقع من تحذير ومن تخويف ومن إنذار ومن يعني تبشير كل ذلك أمر لا واقع له. والدليل على عدم وقوعه هو أنه الواقع الخارجي يكذبه، لأننا نجد أن المخالف لم يعاقب، أن الموافق لم ينصر، ولذلك حصل الآن أن هذه الأمم التي كانت تعيش مع هؤلاء الرسل والتي خالفت هؤلاء الرسل وأوقعت في قلوبهم اليأس من أن ينخرطوا معهم في طريق الإيمان، هذه الأمم الآن تعتقد وتظن بأن ما حصل على لسان أو ما وصلهم على لسان الأنبياء ما هو واقعيته؟ لا واقعية له، لا واقعية له. والدليل على ذلك بأن هذا كأنه ماذا؟ كأنهم أخبروا ماذا؟ كأنهم أخبروا بأمر لا واقع له. والدليل على ذلك هو الآن أننا نعيش يعني كأنه يقولون على يعني قل على لسانهم أنهم يعيشون حالة مخالفة لهؤلاء الأنبياء، وأولئك يعيشون حالة موافقة للأنبياء، فلا الذي وافق الأنبياء انتصر ولا الذي خالف الأنبياء وقع عليه الهلاك. يساعد على هذا القول ما هو؟ يساعد على هذا القول إن مثل هذا الأمر واقع بين الأنبياء وبين أمم الأنبياء، وذلك أن أمم الأنبياء كانوا في كثير من الأحيان وربما في أكثر الأحيان ماذا يقولون عن أنبيائهم؟ يقولون عن أنبيائهم بأنهم ماذا؟ بأنهم كاذبون. وهذا كما هو واضح في قصة نوح عن قول قومه، قوله بل نظنكم كاذبين كما هو واضح، وبالتالي وقع معه ومع غيره كما وقع مع صالح. هذا كله يدل ماذا؟ هذا كله يدل على أن الأنبياء في نظر أممهم إنما هم أشخاص منظور إليهم على أنهم أشخاص لا يقولون الواقع، بل هم يقولون شيئا لا واقعية له. والدليل على ذلك أن أممهم واجهتهم بأنهم ماذا؟ بأنهم كذابون، واجهتهم بأنهم مثلا يعيشون حالة نفسية يعني مضطربة كما وقع ذلك مع موسى عليه السلام عندما قالوا له بأننا نعتقد بأنك مسحور كما هو الشائع في ذلك الزمن، لأن زمان موسى كان زمان سحر كما هو معلوم. ولكن مثل هذا الجواب هل يمكن قبوله؟ نعم يقول بأن هذا الجواب لا يمكن قبوله، وإن كان بعض علمائنا ومنهم العلامة
يعني الطباطبائي ربما ماذا؟ ربما يعني رأى مثل هذه الرؤية التي هي يعني رؤية موافقة لهذا الجواب. الذي يمنعنا من قبول هذا الجواب ما هو؟ نقول الذي يمنعنا من قبول هذا الجواب أننا نجد بوضوح أن قضية الظن الحاصلة في هذه الآية هي راجعة إلى الرسل كما هو معلوم، وهذا أمر يعني كما يقول يعني كما يقال مثلا أمر موافق للقواعد الأدبية الواضحة، وعملية إرجاعه إلى غير الرسل إلى الناس أو إلى الأمم أو غير ذلك هذا أمر مخالف ماذا؟ يخالف الظاهر، ونحن نعلم بأن كلام الله والقرآن الكريم هذا ليس فيه ما يمكن عده مخالفا للبلاغة، فهو ماذا؟ فهو جار على كل ما يمكن أن تقتضيه البلاغة. فإذا كانت البلاغة تقتضي أن يكون الضمير راجعا إلى جهة فلا حاجة إلى أن يعني أن نحاول أن نتكلف إرجاعه إلى ماذا؟ إلى جهة ثانية، خصوصا مع وجود ماذا؟ خصوصا مع وجود توجيه يتناسب مع مثل هذا الإرجاع كما سيأتي، وعند ذلك لا حاجة إلى مثل هذا الخروج لأنه خروج على خلاف الظاهر، خروج عن السياق كما هو واضح. الآن عندما يقول هؤلاء بأنه هذه الحالة حالة التكذيب حالة عامة، هل يمكن أن نعتبر هذه حالة التكذيب الحالة العامة مساعدا على ما يقوله هؤلاء؟ نقول كذلك أيضا هذا الذي جعلوه مؤيدا لما ذهبوا إليه من تفسير في هذه الآية وأيدهم في ذلك بعض العلماء، نقول حتى هذا الأمر الذي استشهدوا به وجعلوه مؤيدا أو شاهدا على ذلك ليس ماذا؟ ليس مرتبطا بما نحن بصدده. لماذا؟ لأن هذه القضية التي نحن بصدد الحديث عنها ليس هو الحديث عن أن الأمم تنظر إلى أنبيائها على أنهم أناس كذابون، ليس الأمر كذلك، بل نحن نتحدث هنا عن أشخاص يعتقد بأنهم قد كذبوا، يعني الذي يكون مكذوبا عليه غير الذي يكون كذابا، فالأنبياء في نظر أممهم لم يكونوا مكذوبين بل كانوا كذابين. وهناك فرق بين أن يقوم الإنسان بتعمد الإخبار بما لا واقع له فيسمى كذابا، وبين أن يخبر ما وبين أن يخبر بما يعتقد أنه واقع فيظهر ماذا؟ فيظهر أنه ماذا؟ أنه ليس بواقع. يعبر عن الأول بأنه كذاب ويعبر عن الثاني بأنه مكذب. فإذا كان الأمر كذلك فالاستشهاد بهذه القصة وبقصة نوح هذا لا علاقة له، لأننا نتحدث عن أشخاص مكذوبين أي مخبرين موعودين بأمور لا واقع لها ومقول لهم أقوال لا صدق فيها. هؤلاء يختلفون عن ما أشارت إليه الآيات من نظرة تلك الأمم إلى الأنبياء، وأن هؤلاء الأنبياء يكونون ماذا؟ وأن هؤلاء الأنبياء يكونون يعني مخبرون بما لا واقع له، وهذا أمر مختلف كما هو معلوم. فنحن هنا لا نتحدث عن أشخاص يتهمون بالإخبار عن أمور لا واقع لها، بل نحن نتحدث عن أشخاص يتحدثون عن أمور يعتقدون بأنها واقعة ولكن يظن الناس بأنها ماذا؟ كما هو الجواب، يظن هؤلاء بأنها ماذا؟ بأنها لا واقع لها، مع أن الأمر ليس كذلك، لأن القضية في قضية الاعتقاد هذه تختلف، لأن الذي كان يخبر بما لا واقع له هو يعلم بأنه كان كذابا أو لا. هؤلاء لو رجعنا إلى الأمم أنفسهم لوجدنا أن الأمماء نظرتهم إلى الأنبياء في الآيات المشار إليها في قصة نوح أو في قصة هود أو في قصة صالح كانت نظرة تدل على أنهم يعتقدون أن الأنبياء أشخاص متلبسون بالكذب
وفي هذه الآية نظرتهم إلى الأنبياء على أنهم أشخاص يقولون ما يعتقدون به بأنه واقع، غاية ما فيه أنه ماذا؟ أنه يتبين بعد ذلك بأنهم ماذا؟ بأنهم قد خدعوا فيما أخبروا به. وهذا أمر واضح بأن هذا الكلام يعني مختلف تمام الاختلاف عما أشار إليه صاحب هذا الجواب. هذا جواب ثان وهو ليس بمقبول كما أشرنا. الجواب الآخر هو أيضا جواب مروي، وهذا الجواب المروي هو مروي عن ابن عباس كما أشارت يعني بعض الكلمات، وأشار إلى ذلك بعض علماء العامة من المعتزلة الذي هو يعني الإمام الزمخشري في تفسيره الكشاف، وذلك عندما أشاروا إلى أن ابن عباس روى أنه عندما حصلت هذه الحالة هذه الحالة بين الرسل يعني وأممهم، هؤلاء عندما حصل لهم أي الرسل عندما حصل لهم حالة تزعزع نفسي وحالة ضعف بالنسبة إلى ما كانوا بصدد القيام به، بسبب ماذا؟ بسبب هذه الحالة التي حصلت عندما يعني حاولوا إقناع أقوامهم، لأن الإنسان عندما يجري للقيام أو يقوم بمشروع للقيام للوصول إلى نتيجة ويجد أن أبناء قومه يخالفونه تمام المخالفة، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا من الأمور التي تضعف عزيمته وتقلل من رغبته في الاستمرار وهكذا. فإذا طالت هذه المدة يحصل عند الإنسان نوع من الاستخاء، يحصل عند الإنسان نوع من الضعف يعني النفسي الذي يجعله ماذا؟ الذي يجعله غير راقب في الاستمرار. فإذا حصل مثل هذا الأمر ماذا كان يقول هؤلاء؟ كان يقولها أو يعتقد هؤلاء بأن هذا الأمر ماذا؟ بأن هذا الأمر يعني أمر يعني أخبروا به ولكنه بالنتيجة لم يحصل. أن هذه الحالة حالة الضعف التي حصلت، هذه حالة الضعف التي حصلت هي ماذا؟ هي من الأمور التي يعني حصلت لهم بسبب هذه المواجهة، بسبب هذه المخالفة، بسبب هذه المشاكسة، بسبب هذا العناد الذي واجهوا به يعني واجهوا به من قبل أقوامهم، فحصل عندهم حالة ضعف، فحصل ذلك الظن. هل حصل ذلك الظن بأي مقدار؟ عندما يأتي الإنسان ليسأل هؤلاء أنه ماذا حصل للأنبياء، يقول حصل للأنبياء ضعف، وبعد ذلك حصل عندهم مثل هذا الحال وهو حالة الظن بالتكذيب. عندما يسأل الذي يفسر الآية بهذا التفسير والذي ورد في كلام يعني مروي عن ابن عباس، الآن ماذا يفسر هذا الظن؟ لأنه عندما نأتي إلى الزمخشري فهو من العدلية كما يقال، فهو من المعتزلة، فإذا كان من المعتزلة فهو إذن يعتقد ماذا؟ يعتقد بعصمة الأنبياء. فإذا كان يعتقد بعصمة الأنبياء فهل يقبل بأن يقع للأنبياء الظن الذي يمكن أن يكون خادشا في يعني في شخصيتهم باعتبارهم أنبياء أو ما؟ لا يقبل ذلك. نقول لا يقبل ذلك، ولذلك قال هذا يعني المفسر أي الزمخشري، قال إذا يعني طبعا جعل هذا الأمر مبنيا على 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 صحة ما ورده، وجعل هذا الأمر بناء على كونه صحيحا فسر الظن بما لا يمكن يعني اعتباره خدشا بالنسبة إلى الأنبياء. ماذا قال؟ قال بأنه هذا الأمر إذا صح عن ابن عباس فإذا يجب علينا أن نتوقف طويلا عند هذه الكلمة وهي كلمة ظن. ماذا نصنع عندما نتوقف؟ قال يجب أن نفهم أن المقصود من كلمة ظن هنا هو ماذا؟ هو ما يخطر في بال الإنسان، ما يهجس من يعني من أمور في قلب الإنسان. لماذا؟ لأننا عندما نقف عند المصطلح الذي يراد بكلمة الظن وهو أن يكون هناك ترجيح
يعني لطرف على طرف الذي هو ترجيح على الطرفين مع احتمال الطرف الآخر، يقول هذا الأمر لا يمكن قبوله بالنسبة إلى الأنبياء. فنحن عندما نقول بأن الأنبياء قد حصل عندهم بسبب تلك المواجهة الشديدة والمخالفة الشديدة التي حصلت من قبل أقوامهم، ماذا نقصد؟ نقصد أنه قد هجث في قلوبهم، قد حصل ما خطر في بالهم أنه مثل هذا الأمر يمكن أن يكون لا واقع لهم. لكن هل هذا وصل إلى حد الظن الاصطلاحي الذي يكون فيه الإنسان مرجحا لطرف على طرفين؟ فنقول هذا لا يمكن قبوله كما يقول الزمخشري. لماذا لا يمكن قبوله أيها الزمخشري؟ يقول لأننا لا نقبل ذلك عن أي إنسان له درجة من العقل عندما يخبر بمثل هذا الإخبار، فيقال له مثلا بأنه بسبب تلك المعاندة وتلك المخالفة ماذا حصل عندك؟ يقول ماذا حصل عندي؟ ظن بأنه هذا الذي أخبرت به بسبب طول المدة. أنا أخبرتهم بالنصر لم يحصل النصر، أخبرتهم بالهلاك أو يعني وعدتهم بالنصر وتوعدتهم بالهلاك فعند ذلك لم يحصل. فما لا يحصل عنده؟ يحصل عنده ظن. فإذا حصل عنده ظن يعني ماذا؟ يعني خطر في باله أنه قد يكون هذا الأمر ليس كما يقال. لكن هذا الخطور في البال ليس بمعنى الظن الاصطلاحي، لأن الظن الاصطلاحي هو ماذا؟ هو أمر لا يمكن قبوله لأي إنسان. لماذا؟ لأنه هذا من قبيل ماذا؟ لأن هذا من قبيل الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى يخالف موعدا قطعه على نفسه، لأنه قد قطع على نفسه ماذا؟ قد قطع على نفسه أن ينصر من يؤمن به، وقد قطع على نفسه أن يعاقب ويهلك من يخالفه. فإذا هذا الذي حصل هل يمكن قبوله بمثل هذا المقدار؟ يقول الزمخشري لا يمكن قبوله بهذا المقدار. نحن نقبل بأن قد يخطر في بالهم مثل هذا الأمر، أنه بسبب طول المدة وبسبب قوة تلك المعاندة والمشاكسة والمخالفة والعناد الذي حصل عندهم نوع ضعف، وهذا يحصل في الطبيعة البشرية، أنه خطر في بالهم شيء وهو أنه هذا الأمر لماذا تأخر علينا؟ فقد يخطر في بالهم ماذا؟ أنه ربما لا يكون له واقعي. خطر في بالهم ذلك لأنهم ماذا؟ لأنهم ظنوا أن ما أخبروا به ماذا؟ أن ما أخبروا به أو ما حصل على لسانهم ليس له واقع كما هو واضح. هذا ما أشار إليه يعني الزمخشري عندما حاول أن يصحح ما ورد عن ابن عباس. ولكن على كل حال هذا الكلام بهذا المقدار هل يمكن ماذا؟ هل يمكن أن يكون مقبولا؟ نقول لا يمكن أن يكون مقبولا. لماذا؟ لأننا نعلم بأن الأنبياء لهم قوة تساندهم وتسددهم يعبر عنها بروح القدس. هذه روح القدس تحفظ الإنسان الذي هو نبي أو رسول، تحفظ الإنسان من أن يقع منه زلل أو أن يقع منه خطأ، سواء كان ذلك على مستوى الفكر أو سواء ذلك على مستوى العمل. وهذا الأمر الذي يشير إليه العلامة الزمخشري الإمام الزمخشري مع احترامنا له نقول أنه لا يمكن قبوله. ماذا؟ لأنه هذا من جهة قد يفسر بكونه نافيا لوجود جهة قوة تساعد الأنبياء والرسل على أن لا يقع منه خطأ فكري أو خطأ عملي، وهذا خطأ فكري واضح لأنه من قبيل ماذا؟ من قبيل حديث النفس وشبيه بالوسوسة، وهذا الأمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبوله. فإذا هذا الجواب من الزمخشري ليس بمقبول لأنه لا يتناسب مع مواصفات الأنبياء الذين من ضمن مواصفاتهم أنهم لا يمكن أن يقع منهم خطأ في الجانب الفكري أو خطأ في الجانب العملي، لأن هناك قوة تسدد أفعالهم وأقوالهم، وهذه القوة التي يعبر عنها بماذا؟ يعبر عنها بروح القدس.
إن شاء الله بعد ذلك في الدرس القادم أو في المحاضرة القادمة سنأتي إلى الجواب الذي يمكن أن يكون مختاراً للرد على هذه الشبهة، وهي شبهة أن الأنبياء قد ظنوا بأنهم قد كذبوا، إن شاء الله في المحاضرة القادمة. ونبدأ بعد ذلك في الطائفة الثانية من الآيات التي تعرضت إلى الأنبياء وإلى عدم عصمة الأنبياء، كما يعني أشرنا في بداية المحاضرة السابقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.